مواد مسرطنة في حنفيات المنازل وأخرى لا تحتوي على معايير السلامة، هذا ما كشف عنه رئيس قسم الجودة والأمن الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم. بعض الصنابير تحتوي على مواد مصنعة من مواد يمكن أن لها تأثير على الصحة مباشرة، حتى مواد مسرطنة كما الزمك، كما بعض المعادن الثقيلة كالرصاص والكاديوم. الحكومة دقت ناقوس الخطر وشكلت لجنة وزارية متكونة من 4 قطاعات تحضر لقائمة من المواد المستوردة يعلن عنها قريبا، مواد لا يتم تسويقها قبل مرورها على مخابر وإثبات البطاقة التقنية للمنتج. لدينا في لوائح فنية تمس مادة الإسمنت بصفتها مادة أيضا تدخل في سلامة وأمن البنايات، الصنابير والحنفيات، أواني المنزلية، أواني أدوات كهرومنزلية، تجهيزات كهربائية، كل هذه الجودة تاعها مشكوك فيها وتمس بالسلامة أو بصحة المواطن. هذه المنتوجات راح تكفل بها الوزارة تاعنا بالتعاون مع الوزارات المعنية، وزارة الصحة، وزارة التجارة، وزارتنا بطبيعة الحال، لإصدار هذه المواصفات في أقرب وقت. هي الآن راه في مراحل جد متقدمة. إذن أجهزة تدفئة وحنفيات الموت في بيوت الجزائريين، والقائمة لا تزال طويلة. ليطرح السؤال، هل تستطيع الحكومة القضاء على هذه السلع؟